مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد اخبارنا. قررت حكومة إسبانيا تخفيض وارداتها من الغاز الجزائري وتفضيل الغاز الأمريكي بسبب تراجع الأسعار، وسيؤدي القرار إلى تبعات سياسية هامة، منها فقدان الجزائر تأثيرها الجيوسياسي في العلاقات مع هذا البلد الأوروبي وآخرين. وأبرزت صحيفة القدس العربية نقلا عن ما كتبته جريدة الكونفيدونسيال الإسبانية يومه الخميس في مقال بعنوان إسبانيا تتخلى على حنفية الغاز الجزائري بسبب الأسعار الرخيصة للغاز الأمريكي، أن إسبانيا قد تغير من استراتيجية واردات الطاقة ومنها الغاز. وتشكل الجزائر منذ عقود المصدر الرئيسي للغاز الذي تستورده إسبانيا من الخارج وكذلك بعض الدول الأوروبية، ويوجد أنبوبان لضخ الغاز الأول يعود إلى التسعينيات، ويضخ الغاز من الجزائر عبر الأراضي المغربية ثم مضيق جبل طارق في الجنوب الإسباني، والثاني ينطلق من شواطئ غرب الجزائر نحو منطقة ألميريا جنوب هذا البلد الأوروبي. وكان الغاز مصدر توتر في الكثير من الأحيان بين الطرفين بسبب الأسعار أو توظيفه من طرف الجزائر كسلاح سياسي في مخاطبة إسبانيا، لا سيما بعدما أرادت روسيا إنشاء ما يصطلح عليه بأوبيك الغاز لجعل أسعاره موحدة مثل البترول. ومنذ شهر مارس الماضي بدأت الشركات الإسبانية تستورد الغاز من الولايات المتحدة وروسيا عبر السفن لأسعاره الرخيصة، وتعد تكلفة نقله أقل بكثير من الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنابيب. وترجع الجريدة تفضيل الشركات المستوردة رغبتها في التخلي عن جزء هام من الغاز الجزائري لأن هامش الربح أكبر عندما يتم الاستيراد من روسيا والولايات المتحدة. ومنذ مارس الماضي أصبحت الولايات المتحدة هي المصدر الأول للغاز لإسبانيا، وأزاحت الجزائر التي تحتل هذا المركز منذ أكثر من 3 عقود، وتراجعت أسعار الغاز مثل النفط، بينما الجزائر تحافظ على سعر البيع المتفق عليه إلى إسبانيا دون تخفيض.